حق ولادي، بس انا والله ما طالبه حق حد، ولا انا عايزه حاجه من حد. انا كل اللي انا طالباه حقي انا ولادي بس، لان انا تعبت والله العظيم. كم مره تعبت واتذلت من طوب الارض، اشتغلت في البيوت وطفحت الدم، اتجوزت عشان ارتاح وعشان اعرف اصرف على عيالي ما ارتاحوش وغاروا عليا. تعبت بجد والله العظيم كم مره. ما رضيتش اكل عيالي حرام، والله شيت عليهم وطفحت الخل، والله شيت عليهم وطفحت الخل، والله 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 ما نزلت جوه عيال في عيالي اللي هم حرام. بالله عليكم وبالله عليكم، انا بناشد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناشد النائب العام، وبناشد كل مسؤول، انزلوا القضيه شويه. انا عايزه حد ان هو يسمعني يقف جنبي. انا ما يعني انا بعد ربنا ماليش حد، بس انا يعني ظني خير ان شاء الله، وعارفه ان ربنا ما بيرضاش بالظلم. انا تعبت بمعنى الكلمه بجد والله. صابرين انت بقالك 11 سنه بتجري، وصابرين بصوا يا جماعه بقى لها 11 سنه، يعني عايز اقول لكم بصوا ورقه ايه، يعني بصوا يعني ده ورق وده ورق وده ورق، كل ده صابرين بتجري علشان بطولها على فكره، علشان تجيب حقها وحق ولادها. بتجري 11 سنه ومش قادره تنفذ حكم محكمه واحد من الاحكام دي كلها، واخده حكم حبس على الست، وكمان عليها فلوس عندهم ومش قادره تاخد حتى ايجار المحل، مش عايزين مكسب المحل، بتقول عايزه حتى مجرد ايجار المحل. الست دي طب تعيش ازاي؟ ولادها يعيشوا ازاي؟ يعني وسط البيئه انها تشتغل خدامه في البيوت، يعني واحده تكون صاحبه مليون تشتغل خدامه في البيوت. السلام عليكم احبائي اعزائي متابعي قناه خالد سوني، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامجي وبرنامجكم مع الزعيم. حلقتنا النهارده حلقه مختلفه، النهارده هنستقبل ضيفه هتحكي لنا عن ماساتها وقصه حياتها، وبعد وفاه جوزها واللي حصل لها من معاناه وجري في الاقسام والمحاكم علشان تجيب حقها وحق اولادها اليتامى. معانا النهارده صابرين هتحكي لنا عن اللي بتعانيه في السوس او مع السوس اللي بينخر في عظام الدولة المصرية، الا وهو الفساد، الفساد اللي ياما ضيع حقوق ناس مظلومين من ضمنهم صابرين. ازيك يا صابرين؟ ازيك يا استاذ؟ احكي لنا يا صابرين ايه اللي حصل لك، او ايه اللي جرى لك يعني، وازاي مش قادره تحصل على حقك مع انك كنت متجوزه جواز شرعي؟ حضرتك انا كنت متجوزه جواز شرعي ومعايا كل المستندات والاوراق، والحمد لله رب العالمين معايا كل ما يثبت كل كلمه انا بقولها. انا جوزي صاحب محل ايجار قديم في شارع الجمهوريه. المحل ده احنا كنا بنبيع فيه مهمات امن صناعي وتوريدات عموميه. تمام. فالزوجه الاولانيه اتحطت معايا في اعلان الوراثه هي ولادها، وده شيء طبيعي. يعني بعد وفاه انت الاول اتجوزتي جوزك، انت كنت تعرفي؟ كنت انا اعرفه لان انا كنت شغاله عنده. يعني انت الاول خمس سنين. تمام. وفي فتره الخمس سنين دول الزوجه الثانيه. انا زوجه ثانيه مش اولى. في خلال خمس سنين دول انا عارفه ان هو مطلق، وان هي رافعه قواضي عليه طلاق وكده. المهم فجيت انا لما اتجوزت جوزي، حتى لغايه بعد ما اتجوزته وانا برضو واقفه في المحل معاه وبشتغل، ودي شغلانتي يعني متعلماها مني. تمام. فجت هي حضرتك لما جوزي توفى هم ظهروا، حضروا معانا الدفنه وما فيش اي حاجه، حتى كانوا عايزين ساعتها يقعدوا في الشقه اللي انا كنت قاعده فيها انا واولادي، ومحدش رضي بالوضع ده. وعلى قول ان هم ينزلونا كلنا من الشقه، بس بصراحه انا فضلت قاعده في الشقه، محدش نزلني ولا حد ايه قال لي حاجه، وقالوا الشقه دي شقه ام وهبه وعادل، وفضلت قاعده في الشقه. تمام. وما فيش اي حاجه. فانا كنت واقفه في المحل. ساعتها هي بقى ما كانتش ايه ليها علاقه باهل جوزي، لان هي ما كانتش قاعده متواجده، يعني كانت هي قاعده في حته ثانيه. ايوه. المهم فجت بقى راحت اشتكتني في المجلس الحزبي ان انا واقفه في المحل وبجيره، وكان ساعتها ابنها
يعني لسه قاصر، كان عنده حوالي 18 سنه 19 سنه يعني ما كانش جارس سن القانون. وبنت ايه عندها اولاد ايه؟ معاها ولد وبنت. وانتي؟ وانا ولدين. طب تمام. هي بنتها يعني ابن بنتها من دور ابني الصغير اللي هو رايح اولى اعدادي او يصغر عن ابني بسنه. وابنها عنده دلوقتي حوالي 31 32 سنه. بعد جوزك ما توفى انت عملتي اعلان وراثه رسمي؟ معايا اعلان وراثه رسمي. اعلان وراثه معاكي؟ معايا كل حاجه. بس اعلان وراثه رسمي كده بس حضرتك. ادي اهو. ماشي ماشي. انا شفت الورق بس برضه مطلع عشان الناس بس. الاوراق كلها بتاعت صابرين يا جماعه، اكتر من دوسيين بصراحه. من جري ورا المحاكم هنعرف كل ده دلوقتي. كملي يا صابر. يعني انت المهم طلع لك اعلان وراثه رسمي. اهو كمان ده اعلان الوراثه على فكره. طيب تمام على ما اعتقد. جميل. ايوه صوره من كارل. اعلان وراثه. ماشي. ده ماشي مش كنا هنطلعه بعد كده بس حضرتك كده. فطلعنا في اعلان الوراثه. شيء طبيعي بقى ان اعلان الوراثه بيطلع فيه الزوجتين واولادها واولادي. جميل. فجينا وقفنا في المحل بقى ابنها، هو ابنها تبع الالترس الاهلاوي، وكان محبوس 6 شهور من قيمه حوالي 3 سنين كده. هو مع اربع سنين ابنها تبع الالترس مش الترس. فكان هو بقى اصحابه بيجي له المحل وهزار ومش عارفه ايه وكده. فانا كنت على طول اقول له طب ما بنقص القعده يعني بتاعتهم في المحل وكده، احنا فاتحين ناكل عيش. ده محل اكل عيش صح. فبقينا في مشاكل انا وهو. فطبيعي مش والله والله انا ما بقول كده ولا يعني ولا ان انا بتجوز في حقهم، بس ده حقيقي حصل بالفعل. ان هو متعود ان هو بيقل ادبه عليها، مد ايد الكلام ده يعني. فانا قلت لها، انا بقول لحضرتك انا قلت لها كده، قلت لها طب انت من حقك ان انت تستحمليه، انت امه، انا استحمله ليه؟ استحمل اهانته ليه؟ انت كمان يعني. استحمل اهانته ليه؟ راحت قالت لي معلش ما انت شايفه صابرين بيعمل فيا. قلت لها انت امه، انا مالي، انا ليه يعمل معايا كده؟ المهم بقينا في مشاكل كل شويه. خدت بعضي وبقيت خدت بعضي وبعد كده وقلت لا انا هدور على شغل لان انا معايا عيالين صغيرين ما لهمش بعد ربنا غير. جميل. اما خدت بعضي ورحت دورت على شغل وبقيت اقول لها ايه طب ايه انا هعمل ايه انا هدور على شغل، تقول لي طيب ماشي دوري، ما انت كده كده لو في حاجه احنا هنقولك، لان المحل كان فاضي ما كانش فيه بضاعه، احنا بناخد بقى بضاعه عينات. بس عشان نوضح، جوزك لما مات المحل كده كده كانش فيه بضاعه، بس المحل موجود. المحل موجود وجوز اللي موضبه عشان بس فابتدوا يا جماعه يجيبوا عينات من المحلات اللي حواليهم. اللي هم بيبيعوا جمله ويحطوها في المحل، لما حد بيجي يطلب حاجه يقولوا حاضر هنجيبها لك، يروح يجيبوا برده من المحل ويطلعوا الكوميشن بتاع الفرق بتاعه. فالمحل كان شغال على ايه؟ على هذا الوضع يعني، ما كانش فيه بضاعه. وحتى بص المحل حضرتك كان محروق بتاعنا، جوزي وضبه عمله رخام، المحل كله معمول رخام، جوزي اللي عامله. حضرتك بقى هي بتقول ان صاحب البيت كان رافع علينا قضيه طرد، صاحب المحل صاحب البيت عشان الايجار قديم. فهو ما كان رافع علينا قضيه طرد. انا جوزي كان عنده غيه حمام، واسال حضرتك في شارع الجمهوريه تمن، هم باعوا الغيه دي ما ادونيش حتى منها جنيه، غيه حمام 5 ادوار كانت في شارع الجمهوريه في 31 نجيب الريحين. باعوها لواحد وانا عارفه الشخص اللي هم باعوا له، لو ينفع انا اقول اسامي حضرتك. ما ادونيش حاجه برضه خالص. اما باعوا الغيه عملوا ايه بقى؟ عملوا الكهرباء الاضاءات في المحل. يعني هم لما باعوا يعني باعوا وضعوا حاجات في المحل. عملوا بقى ايه؟ الكهرباء بس اللي هي اللند وكده. انا بص انا بحكي بما يرضي الله عشان طبعا ايه يبقى الموضوع بمنتهى الصراحه. فحضرتك راحت عملوا بيها الكهرباء بتاعت المحل. جم بعد كده انا اجي انزل محل يمنعوني. طب انا اكل واشرب انا وعيالي منين؟ ايوه. رحت حتى ادور على شغل. فما انا دورت على شغل ربنا كرمني ولقيت شغل عند ناس، يعني في واحده جارت ساكنه كانت معايا في العماره جابت لي شغل عند ناس في اكتوبر ان انا اشتغل في بيت يعني. يعني انت عندك ميراث بالملايين وراحة تشتغلي. اسف يعني طبعا الشغل مش عيب يا جماعه، بس لما يبقى عندي ميراث بملايين وراح اشتغل في البيوت، لا ما هو ده ما يرضيش ربنا بصراحه. اشتغلت بقى كام سنه؟ اشتغلت 6 سنين. انا ما خدوا مني الشقه، ما حتى ما خدتش غيار لعيال، يعني مشيت من الشقه، الشقه بتاعتي اللي سايباها بفرشها بحاجتها بعجله ولادي، يعني كان في عجله بكرسيين لعيالي، كان ابني عنده 11 شهر ده ما ركبش اساسا عليها لان هو كان عنده مشايه، ف
فانا قلت كنت جايبه لهم عجله انا وباباهم اللي هي بكرسيين على قبول، يعني كنا فرحانين بقى بخمه اتولد وان ده ما يكبر هيلعب. فاهم قصدي حضرتك؟ صابرين انت معاكي احكام قضائيه كتير، والكلام ده كله ما تنفذش ازاي؟ الكلام ده ما تنفذش ازاي؟ يعني انت معاكي، انا شايف احكام قضائيه وشايف مجلس حزبي وشايف كل حاجه ما شاء الله، ورق كله رسمي ومعاكي احكام تجيب لك حقك، ليه حقك مش راجع؟ حقي بقى ما رجعش ليه حضرتك؟ هي اولا موكله زكي بيه مختار، زكي بيه مختار ده كان رئيس مباحث اسم الازبكيه السابق. يعني ليه علاقه بضباط الشرطه وليه وسطات من الاخر وليه ناس عارف ناس يعني. جميل. انا حضرتك لما باجي اروح المحل ما بلحقش اساسا اوصل لباب المحل، بتكون هي متصله بالامنه وتكون عامله لي محضر من قبل حتى ما انا ما اتحرك، يعني قبل حتى ما انا ادخل المحل. يعني تقول لي وطلع المحل تعمل معاك مشكله وهي ليها علاقاتها وليها طبعا منفوذه وبفلوس المحل بقى في ناس تبعها سواء في اسم الشرطه اللي هم الصغار الموظفين اللي دايما بنقول عليهم دول، وكانوا بيمنعوكي من ان انت توصلي لرئيس المباحث. حتى كل ما اقول انا طب عايز ادخل لمحمد بيه عبد الظاهر اللي هو رئيس المباحث باسم الازبكيه، طب اقابل محمد بيه عبد الظاهر ما حدش يرضى يخليني ان انا اقابله او ان انا حتى اتكلم معاه. يعني امناء الشرطه يا جماعه الست الفاضله اللي هي ضرتها زوجة جوزها الاول ليها ناس وليها معارف وليها وسطات، وطبعا الاستاذ المحامي طبعا اللي معاها طبعا ليه ناس معرفه، فكانوا بيمنعوها ان هي توصل لرئيس المباحث، عشان كده مش عارفه تاخد حقها لغايه دلوقتي. انت خدتي احكام قضائيه كتير صح؟ انا واخده حكم قضائي من محكمة السودان. من محكمة أوسيم اللي في السودان. أوسيم. بسنة وكفالة 200 جنيه وغرامة 100,000 جنيه. ده الحكم ده بناءً على إيه؟ الحكم ده بناءً على إيه؟ إن أنا خدت إعلان بقرار الجلسة اللي هو قدام حضرتك دوًا. أيوه. بالمبلغ 465,000 جنيه. يعني الحكم ده عشان هي امتنعت عن إنها تديك الفلوس اللي المحكمة حكمت بيها. ما انا اعلنتها بالحكم، قالت لا ما اعلنتنيش، لا ده حضرتك عشان ماشي هو ما علينا، انت المفروض اللي بيعلن المحضر انت مش انت اللي هتروحي تدي الاعلان. اعلنت، قالت لك ما حدش اعلني مع ان انا معايا امضى يعني المحضرين ماضي ان هي امتنعت كاتب كده حضرتك. طب خلاص تمام، حتى انت مالكيش علاقه. يعني انا ماليش دعوه بيه، انا رحت اعلنت وقلت على عنوان المحكمة. انت معاكي دلوقتي حكم محكمة، مفيش قصة انت حد اعلن مع ده، انت معاكي حكم محكمة. ما تنفذش ليه بقى؟ ما انا بقول لحضرتك اهو. ما هو ما تنفذش عشان انا مش محامية زكي بيه مختار. يعني انت بتحاولي، يعني انت حاولت تروحي تنفذي الحكم ما حدش بيروح معاكي. لا انا اساسا ما بلحقش ان انا اقول حاجة في الاسم. من الامنة انا ما بلحقش اقول حاجة في الاسم. يعني انت رايحة تقول لهم انا معايا حكم اهو، حدش في بيسمعك ولا لا. رحت انا بقى المجلس الحزبي وقلت لهم انا مش عارفه انفذ، في عند حضرتك هنا مربع في الصيغه التنفيذيه هتلاقيه بيقول ان انا استعمل القوه الجبريه. جميل. اما رحت انا قال لي ده ملوش علاقه بينا هنا في الاسم ده بتروح المحضرين اللي في الزنانير. رحت المحضرين اللي في الزنانير، راح قال لي ده انت بتقدمي الطلب وبيتقدر لك الرسوم، والرسوم اللي هتتقدر على المبلغ ده بتبقى عاطق عليها هي تدفعه بعد كده. قلت له طيب ماشي، يعني الرسوم قد ايه؟ انا في دماغي بقى رسوم عاديه زي اي رسوم. لقيت الرسوم يعني حوالي 13,000 جنيه. قلت طب انا هدفعهم ازاي؟ انا حضرتك معيش 13,000 عشان يروحوا ينفذوا معاكي؟ ان هو الصيغه التنفيذيه دي عشان انفذها ادفع 13,000 جنيه. طب هو ما ينفعش يروحوا ينفذوا لما ياخدوا الفلوس؟ قلت حضرتك كده. ياخدوا منها المبلغ ده؟ قلت كده. قال لك لا دي رسوم. يعني عشان تاخدي حقك لازم تدفعي. قلت له طب حضرتك انا ما طبعا انت ست على قد حالك صراحه، ما معيش معكيش كمان محامي. صابرني على فكره معاش محامي. لسه كل الفتره دي انا كنت بجري لوحدي. الكلام ده من 2013. 11 سنه مفيش. قال لك كان معايا محامي كده يعني اللي هو مثلا انا يعمل لي ورقه يقول لي الاجراءات ايه اللي انا اتخذها، بس انا اللي بروح انا بصفتي. المهم ولسه موكله استاذ ممدوح سعيد مدبولي الله يبارك له بصراحه، يعني هو واقف معايا بصفه انسانيه على فكره. استاذ ممدوح دون هو اللي جري لي في شركه التوصيه البسيطه وهو اللي
عملها لي. يعني صابرين تبقى 11 سنه بتجري، بتجري منين بقى ال 11 سنه دول؟ ال 11 سنه دول بقى ما بين ان انا بتهان فيهم لما كنت بنزل محل، ما بين ان انا خدمت في البيوت لما طفحت الدم. انا تعبت، انا تعبت بمعنى الكلمه بجد والله. يعني صابرين تبقى 11 سنه بتجري وصابرين. بصوا يا جماعه بقى 11 سنه، يعني عايز اقول لكم بص ورق قد ايه، يعني بصوا يعني ده ورق وده ورق وده ورق، كل ده صابرين بتجري علشان بطولها على فكره، علشان تجيب حقها وحق اولادها. بتجري 11 سنه ومش قادره تنفذ حكم محكمه واحد من الاحكام دي كلها، وهو ده حكم في حبس على الست، وكمان ليها فلوس عندهم ومش قادره تقعد حتى ايجار المحل، مش عايزين مكسب المحل، بتقول عايزه حتى مجرد ايجار المحل. الست دي طب تعيش ازاي؟ ولادها يعيشوا ازاي؟ يعني وصلت بيها انها تشتغل خدامه في البيوت، يعني واحده تكون صاحبه مليون تشتغل خدامه في البيوت، يعني كده بجد يعني كتير. طب انت عايزه تقولي ايه بقى لمسؤول بيسمعك، لوزير داخليه، رئيس جمهوريه، اي حد يكون بيسمعك يا صابرين، تحب تقول له ايه دلوقتي؟ عايزه اقول له انا عايزه حق ولادي. بص للكاميرا كده يا صابرين وقول لهم انا عايزه حق ولادي، بس انا والله ما طالبه حق حد، ولا انا عايزه حاجه من حد. انا كل اللي انا طالباه حقي انا ولادي بس، لان انا تعبت والله العظيم كم مره تعبت، تعبت واتزلت من طوب الارض، اشتغلت في البيوت وطفحت الدم، اتجوزت عشان ارتاح وعشان اعرف اصرف على عيالي ما ارتاحوش وغاروا عليا، تعبت بجد والله العظيم كم مره. انا عايزه حد ان هو يسمع لي يقف جنبي. انا ما يعني انا بعد ربنا ماليش حد، بس انا يعني ظني خير ان شاء الله، وعارفه ان ربنا ما بيرضاش بالظلم. لكم ان الحرب مع صابرين او محاربه صابرين وصلت لكيد النساء، مش موضوع انهم يمنعوها من الميراث فقط، ولكن صابرين حد ابن حلال عمل لها فرشه كده تقف بيها في شارع الجمهوريه عشان تقدر تصرف بيها على عيالها. حصل ايه لما عملوا لك الفرشه؟ في حاج تاجر رحمه الله عليه من شارع الجمهوريه، الله يرحمه، وحضرتك ممكن تسال على الكلام اللي انا بقوله. الله يرحمه ويغفر له ويسامحه. الحاج ده عمل لي ابنه، يعني احنا عندنا في الشارع كل معظم المحلات اي حد عايز يعمل فرشه بره في الشارع انا عندي يعمل. محل في وسط البلد عارف بيأجر الفرشه اللي قدام المحل كمان. بيأجروا الفرشه ده، انا هقول لحضرتك 100 و300 فرشه كده. انا بقى لما ما رضوش يدخلوني المحل قلت لهم طب خلاص انا هقف قدام باب المحل الناحيه الثانيه، يعني محلي اهو انا هقف الناحيه الثانيه. محلك اللي هو المفروض بتاعك انت وعيالك. اللي هو بتاعي وبتاعهم. اللي هو انا ورثه فيهم وهم ورثه فيه. انت هي ورثها اكبر من ورثهم، لان هي عندها ولدين وهي والزوجه الاخرى عندها ولد وبنت، يعني ورث صابرين المفروض اكبر من ورثها. راحت هي بقى عملت ايه؟ ما خلونيش وقفت. تمام. ابنها معاه كلبين. ما شاء الله. كلبين رد يعني. قبل كده ابنها من قيمه كام سنه في اسم الازبكيه المحضر ده اتخانق، نزل على قهوه كسرها بسبب ان هو كان ماشي ورا واحده بنت بيعاكسها، وولاد المنطقه اللي هو عاكس فيها البنت غاروا عليها، بنت منطقتهم، عملوا معاه مشكله، نزل بالكلبين جري واسال التجار في شارع الجمهوريه واسال اهل المنطقه، وانا كنت موجوده في الفرن. جري في وراح كسر القهوه واتعمل محضر وراحوا كلهم، وامه يعني ايه افترت على البنت وقالت على البنت ان هي ماشيه معاه وهي اللي قالت له تعالى ورايا. ده موجود في اسم الازبكيه. يعني انا عايز اقول له بس بدل ما تربي كلبين وتصرف على كلبين وتاكل كلبين، حل على اخواتك، ليك اتنين اخين، ليك اخين محتاجين ياكلوا، محتاجين يشربوا، محتاجين يلبسوا، فبدل ما تصرف على الكلاب اصرف على اخواتك. المهم عملوا ايه في الفرشه؟ راحت هي فرشت بقى الناحيه الثانيه عند فندق فيكتوريا جنب الكشك، في كشك بقالها هناك. يعني انت فرشت في حته ثانيه وجت فرشت قصادك. انا فرشت كده عند المستشفى، مش فرشتي، هو مكان بتاع حد قال لي اقفي يعني. يا بنتي فيه انا ما بفرش فيه، اقفي فيه كل عيش يعني فيه. واداني البضاعه من عنده. تمام. اللي انا هفرشها. راحت هي فرشت قدام الناحيه الثانيه وبقت تقعد لي بالشومه.
تقعد وماسكه شومه كده. اه يعني انت سبت لها كل حاجه ورحت اشتغلت مكان تاني بتحاربك في اكل عيشها. اه بقت تخرج تسيب المحل وتخرج تقعد لي على فرشه. عملت فرشه وقعدت عليها. فجيت بصراحه بقت كل يوم والتاني فاهم اللي هي ايه مشاكل بقى يعني تقعد تزعق في الشارع وتشرب مش عارفه ايه. فطبعا انا مش عايز اعمل مشاكل للناس اللي هم ادوني مكانه ماكل منه عيش. ما هم الناس برضو كتر خيرهم ان هم مشكروا بصراحه. صح ولا مش صح؟ طبعا. رحت وقلت لهم خلاص انا مش هنزل تاني ومش عارفه ايه وانا هرجع ادور لان انا بقى كنت سبت شغلي عند الحاجه اللي انا كنت شغاله معاها 6 سنين دي لان هي سافرت. اه وان انا بقى خلاص هي سافرت طب انا هعمل ايه؟ ارجع بقى اشوف شغلي جايز يعني يكون ضميرهم صحي. وهي كانت عارفه ان انا شغاله في البيت طفحه دم. جيت سمعت ان سيلفي واقف معاهم في المحل وفرش لهم المحل بضعف. اخو جوزي اللي هو عمرو وهب. جيت قلت لهم ايه؟ والله زي ما بكلمك يا استاذ خالد. قلت لها طب انت دلوقتي فرشين المحل واقفين وبتبيعوا وبتشتغلوا الله يسهل لكم والله يرزقكم. انا عايزه بس مصاريف ليا انا وعيالي. اعتبروا نفسكم اجرين حتى المحل. اه عشان ما ارفعش انا معايا اعلان وراثه مزور باسم عمرو وهب اللي هو مش حاطط في اسم جوزي واداكي انت وعيالك. قصه ثانيه. اه واداكي انت وعيالك نصيب جوزي. هي كان حماها عنده بيت وهي المفروض لا حمايه وحماتي ورثه بيت في شارع كولومبيه. المفروض هي واولادها وجوزها الله يرحمه المفروض ليهم فيه. اه فهم عملوا اعلان وراثه مزور وطلعوها هي منه بقى ولا هي ولا اولادها يعني ابوه اللي هو جوزها اللي هو عصام جوزي الله يرحمه. جوزها منه طبعا وولاده طبعا اتشالوا وهي اتشالت وعملوا اعلان مزور وباعوا البيت دوت وخدوا هم فلوسه بدون ما هي تاخد اي حاجه بره. اه بس ادوها هي ده هي نصيب عصام كله جوزي. اه ما انا بقول لك يعني فاهم قصدي. اه ده هي وواقف معاها في المحل وفرش لها المحل بضاعه. حضرتك ممكن تنزل المحل دلوقتي تشوف المحل مليان بضاعه بكام. البضاعه دي ربنا يبارك لهم بس يدوك حقك. قالت لك وايه ده بعد ما وقفوا معاه وفرش لهم المحل وعملوا كده هو خوفا منها ما لا لا المحل بتاعه وقف معاها. ايوه جت بعد كده عملوا ايه؟ طردوه برضه من المحل والموضوع وصل لاسم الازبكيه برضه واسم الازبكيه نصرة هي برضه والبضاعه اللي موجوده راحت عليه وهي خدت برضه المحل بالبضاعه كله وخدوا هم البضاعه وطردوه برضه هو من المحل مع ان هو بيخاف منها عشان موضوع اعلان الوراثه المزور. المزور ما هي برضه هي قالت له ان هي ترفع عليه قضيه لو هو ما بيسمعش كلامها. ايوه انا بقى ما هنش عليا ان انا اذيه ولا احبسه عشان خاطر عدم الطبع عشان خاطر هو في الاول وفي الاخر عم ولادي. بس جيت بقى لما هم منعوني ادخل المحل رحت عملت محضر ان وفاطمه وفاتي بيمنعوني من دخول المحل وانا وارثه فيه وان هو قاعد في المحل ورحت سبت اعلان الوراثه المزور ده في المحضر. حلو. المحضر راح نيابه الازبكيه وبعد كده هي المحضر ده اتحفظ. المحضر اتحفظ؟ يعني صابرين انت دلوقتي تعتبري مش بتحاربيها هي بس انت بتحاربيها هي وبتحاربي ناس تانية هي بتديهم فلوس وناس تانية واقفين معاها وانت معاكي ربنا عموما يعني اولا واخيرا وان شاء الله ربنا ينصرك عليهم احسن طبعا واحن واقرب وطبعا احنا دلوقتي شفنا صابرين يا جماعه وشفنا القضايا اللي صابرين كسبتها وشفنا المحاضر اللي عملتها وشفنا اعلان الوراثه والمجلس الحزبي. وطب مين اللي هيدي الست دي حقها؟ يعني الست دي لو اتحولت بعد كده لمجرمه لو عملت اي حاجه يعني خارجه عن حدود العقل هنرجع نقول عليها هي مجرمه. طب والمحاضر وحقها اللي هو عمال يضيع قدام عينيها ده هنقول عليه ايه؟ الست دي مش طالبه اكتر من حقها مش عايزه حاجه من حد عاوزه حقها. الست دي عندها ملايين وراحت اشتغلت خدامه تعمل ايه اكتر من كده؟ تروح فين هي واولادها؟ الست دي بتطالب بحقها مش اكتر من حقها. ونتمنى ان الكلام ده يوصل لاحد المسؤولين لان صغار الموظفين سواء في اقسام الشرطه او في المحاكم او في اي مكان او في السجلات المدنيه او في اي مكان للاسف صغار الموظفين بيشوهوا صوره الدوله بوقوفهم مع الظلم ضد الحق بوقوفهم مع الظالم ضد المظلوم. الناس دي بتشوه في الدوله المصريه. نتمنى صوتنا وصوت صابرين يوصل لاحد المسؤولين. لو عايزه تقولي اي كلمه لاي مسؤول اتفضلي قولي يا صابرين ونختم حلقتنا بكلامك. انا عايزه اقول ان انا عايزه حقي والله والله ما عايزه اكتر من حقي.
ارحموا واحدة اتبهدلت تعبت ما معيش فلوس ادفع لحد ان هو يعمل لي اوراق طب انا عايز اقول لحضرتك على حاجة معلش انا اسف طب هي دلوقتي انا يوم الاثنين يوم 16/9/2024 رحت عند المحل على قبول ان انا اقول لها انا جايبة لك حكم في سنة فقلت جاي استخاب بقى ما حد يعني اي حد هيخاف من الحبس اكيد اي راجع نفسه اول لما شافتني راحت طالبه الامنه وخدتني ورحنا القسم زي ما قلت لحضرتك لقيتها بتقول ايه بتقدم طلبت الامنه ولا النجده لا طلبت الامين سيد العمده بقول اهو يعني الاسم بتطلب الامنه يا جماعه يعني الناس عارفاهم من الاخر يعني ما بتطلبش النجده تفرق وجي وانت بتزعقي ليه قلت له انا ما بزعقش انا بقول لك انا وريثه في المحل ده وحضرتك الشارع كله كاميرات المحل اللي جنبينا الحاج عبد الله عنده كاميرا المحل اللي جنبينا ام غاده عندها كاميرا يعني اسامي هي انا بقول اسامي يا جماعه في كاميرات في الشارع صوت وصوره حصل مني كده لا قلت ادبي ولا رفعت صوتي ولا قلت لفظ خارج اكتر ما ابنها بيقول لي باسمي بيندهلي باسمي وقاعد على المكتب جوه ومولع السجاره وحاطط رجل على رجل بقول لك ايه صابرين انت مالكيش حاجه هنا فانت طبيعي لو حد بيقول لك كده انا ما قلتش ادب انا كل قلت له ما تقوليش يا صابرين ما انا بقول لحضرتك كده هو اللي انا قلته واللي اتقال لي عشان لما تفرغ الكاميرا الناس هتعرف وحضرتك هتعرف كل كلمه انا قلتها صح تكلميهم بالود يعني برضو مش نافع معاك لا 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 مش نافع خالص المهم اتفاجئت بقى ان هي في الاسم بتقول انا عامله سجل تجاري وبتاع ضريبيه والمحل ده بتاعي هي طب حضرتك انا عايزه اعرف تعمل سجل تجاري ازاي وبتاع ضريبيه وده محل ورثه مش لازم موافقتنا كلنا طبعا طب انا مقدمه في السجل التجاري ان انا اوقف السجل وتوقف مقدمه في الضرايب ان انا وارثه فلازم لما يجي نفتح ملف ضريبي تاني صح هي عملت سجل تجاري وعامله بتاع ضريبيه طب كل ده هيتعمل ازاي بدون عقد ايجار ما احنا قلنا بقى يا صابرين ان في ناس موظفين صغيرين فسده ممكن بيساعدوها في الحاجات دي وطبعا حق الرد مكفول للطرف الاخر يعني لكن احنا بنتكلم الصابرين معاها ورق ومعاها مستندات بتاكد كل كلمه هي بتقولها يعني هي ما قالتش ولا كلمه الا بورق وبمستندات الطرف الاخر لو عنده رد مفيش عندنا اي مشكله يرد عندنا او في اي مكان ولكن صابرين في النهايه ليها حقوق وفيها يا جماعه دي قضيه فساد قبل ما تكون قضيه صابرين دي قضيه فساد لاستخدام النفوذ وظلم العباد الناس اللي بتتظلم دي يا جماعه بتتظلم بتوصل لمرحلتنا تكره الدوله طب انتوا احنا بنحب بلدنا وهنفضل نحب بلدنا ما نخليش موظفين صغيرين او موظف فاسد يخلي واحده زي صابرين دي تكره بلدها ليه تكره بلدها بلدها ما عملتلهاش حاجه البلد بريئه مما يفعله هؤلاء الفاسدين عشان كده بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل ويا رب صوت صابرين يوصل للمسؤولين وان شاء الله صابرين حقك هيجي وحق اولادك هيجي وان شاء الله احنا هنتابع معاكي وهنوصل صابرين وصوت صابرين لاعلى المستويات لغايه حقها ما يجي. عايزه تقولي اي حاجه تانيه قبل ما اختم؟ معلش حاجه برضو كمان يعني انا اللي كان في سلف من سلايفي اللي هو واقف معايا ده هي عملت له محضر وجابت له حبس 6 شهور وانا قلت الكلام ده وعشان تتنازل لازم تاخد فلوس وتبعد عن صابرين ما تساعدهاش ولا تجيب لها محامي ولا حاجه لو يعني كان جايب لي محامي حد بيحاول يقف معاكي بتاذيه هجيب لحضرتك رقم المحضر لو حضرتك حابب ان احنا نتواصل مع استاذ ممدوح سعيد مدبولي المحامي تمام ده برضو التقرير الطبي بتاع هدى وهبة عباس اخت جوزي الوحيده يا جماعه اللي جت شهدت معايا في المجلس الحزبي وقالت ان هي الزوجه الثانيه هي اللي مقيمه في المحل هي واولادها وهم اللي بيديروا ما بيدونيش حاجه وهي قالت لي كده بالنص قالت لي انا هاجي اشهد معاكي الزوجه الاولى قصدك هي اللي بتدير ايوه الزوجه الاولى يعني قالت انا هاجي اشهد معاكي لان دي شهاده حق انا مش هخاف من حد انا عندي بنت هي عندها بنت وحيده ما عندهاش أيوة غيرها أيوة. وعشان لما اموت ما بنتي ما تتظلمش وحقها ما حدش يعرف يقبلها فانا هاجي اشهد معاكي دي شهاده حق لله راحت شهدت معايا ايه اللي حصل مع هدى وهبة عباس هدى وهبة عباس اتضربت في الشارع من ابنها فادي وكان في تصوير فيديو بالكلام ده هدى وهبة عباس اتضربت من ابنها فادي بالاقلام اتجرت من شعرها وضربها في ودنها يعني ضرب عمته يعني ضرب عمته اقسم بالله زي ما بكلم حضرتك وده تقرير طبي ايه التقرير الطبي وانت هتعرف أيوة هو عمل لها ثقب في ودنها الضربه عملت لها ثقب في ودنها
والقضية دي عملت ايه بقى؟ القضية دي خدت حبس. دي كمان خدت حبس؟ اه. يعني ضربها في الشارع وعاملها صوت. معانا تصوير كان على التليفون فرجنا الكاميرا بتاعت الشارع. وتقريبا الطب يا جماعة وخدت حبس؟ اه. ماشي ماشي يا صبري. عامة كل ده يتعرض طبعا قدام الناس وزي ما وهم خدوا وهو خد براءة فيه. اه ما احنا لسه بنقول يا صبري في هنا في فساد وفي موظفين صغيرين بيعملوا حاجات للاسف الشديد بيسوقوا صوره الدوله. عموما ان شاء الله ربنا يسهله حقك هيجي واحنا كل اللي نقدر نعمله بعد ربنا سبحانه وتعالى طبعا نوصل صوتك للناس والناس سمعتك. ولو انت حابه تقول للناس السلام عليكم قولي لهم بقى. انا اقول لكم اقول سلام عليكم واقول لكم يا رب يا رب يا رب ينصر كل مظلوم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وحسبي الله ونعم الوكيل في كل حد معاه سلطه بيستغلها ضد الناس الضعفة. انا مش هقول اكتر من كده وفوضت امر الله تعالى. ان شاء الله حقك هاجي يا صابرين وان شاء الله السوس اللي بينخر زي ما قلنا في عظام الدوله المصريه سوس الفساد باذن الله هيتقضي عليه وباذن الله صوت صابرين هيوصل للمسؤولين اللي هم بيمنعوها ان هي توصل لهم. كل ما بتروح الاسم اسم الازبكيه تحديدا امناء الشرطه بيمنعوها ان هي توصل لرئيس المباحث عشان صوتها ما يوصلش لحد اعلى ويقدر يجيب لها حقها. عموما دي كانت حلقتنا النهارده. اشكركم على حسن المتابعه والقاكم على خير واترككم في رعايه الله وامني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.